قلنه يذهب لأرض فلا ويضع جبهته على الأرض ويبكي ويكر بذنوبه أمام الله عز وجل، فما حكم هذا الفعل؟ هل هو مشروع؟ صلى الله عليكم. إذن هو سجود في غير الصلاة. نعم. لغير تلاوة وغير شكر. والسجود في غير الصلاة لغير تلاوة ولا شكر مما جرى فيه خلاف بين أهل العلم هل هو مشروع أو لا، وعامة العلماء على أنه ليس مشروعا، على أنه ليس مشروعا، بمعنى أنه ليس مما يتقرب به إلى الله لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، فلم ينقل عنه أنه سجد سجدة لا سبب لها، لا ليست في صلاة ولا سجدة تلاوة ولا سجدة شكر. فخير هذه محمد، وأقول من أراد هذه الحال فليصلي ركعتين وليقرأ فيهما ما يسر الله تعالى، وإذا سجد يناجي ربه ويبث شكواه لربه ويبرأ من ذنبه وخطئه، فيجمع بين أمرين جميلين وهو الصلاة وهذا الذل والخشوع والانكسار لرب العالمين. أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشرع، إلى أنه يباح أن يسجد ويدعو، لكن الأقرب هو ما ذكرت أولا أن ذلك ليس مشروعا. نعم. وإنما المشروع هو أن يكون ذلك في صلاة أو في سجود الشكر أو في سجدة التلاوة. لكن هل